بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، ما هي أفضل الحسنات؟ ما هي أفضل حسنة يمكن أن تقوم بها؟ كلنا يسعى أن يكون من الفائزين بجنة عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. كلنا يسعى أن يكون فرحا يوم موته. كلنا يسعى أن يكون في الفردوس الأعلى يوم القيامة. كلنا نتمنى أن نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، حديث اليوم يعلمنا أفضل الحسنات. دعوني أولا أقرأ هذا الحديث ثم نتأمل المعاني العميقة التي للأسف معظمنا يغفل عنها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، وهو راوي الحديث، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي أفضل الحسنات. أريدك أخي الحبيب أن تضع هذه القاعدة في دماغك، لا تغفل عنها. كل يوم، وبخاصة في هذا العصر، أنت عندما تمسك الموبايل وتتصفح هذه المقاطع، منها مقاطع ساخرة، لابد أن تأخذ، يعني أن تكون سيئة، أن تكسب سيئة بسببها، لأنها قد تسخر من إنسان. والله حرم السخرية، قال: لا يسخر قوم من قوم. فيها مقاطع قد ترى فيها امرأة متبرجة أو امرأة فاتنة، والله تبارك وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قد تجد الكثير من المقاطع فيها لهو عن ذكر الله، أو فيها كلام فاحش أو كلام بذيء أو إلى آخره. فكل هذا عبارة عن سيئات تتراكم عليك. عود نفسك كما نصحك النبي عليه الصلاة والسلام أن تتبع السيئة بالحسنة لتمحها على الفور. يعني لا تترك السيئات تتراكم عليك، حتى صغائر الذنوب إذا تراكمت على الإنسان تهلكه وتقذف به في نار جهنم والعياذ بالله، كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بأن تمحو أي سيئة تفعلها على الفور. هذه قاعدة في الوقاية من الذنوب، أن تتراكم عليك الذنوب، لأن صغائر الذنوب كما قلنا قد تتراكم على الإنسان وهو يظن أن الله لا يغفرها له. بالفعل لا يغفرها له. وأحيانا الإنسان يعمل الكبائر، الزنا وحتى الإلحاد، وهو يظن إذا تاب أن الله قد غفرها له، فالله يغفرها له، لأن الله يقول: أنا عند ظني عبدي بي. يعني كما تظن بالله فالله كذلك، تظن أنه يغفر لك بالفعل يغفر، تظن أنه لا يغفر فعلا لا يغفر، لأنك إذا ظننت أن الله لا يغفر الذنب معنى ذلك أن الله عاجز، حاشا لله. هذه إساءة ظن بالله، هذا سوء ظن بالله. سوء الظن يهلك الإنسان في الآخرة. فالشيء الذي أريدك أن تتذكره دائما أنك في كل لحظة استغفر الله أو تب إلى الله. كلما فعلت سيئة استغفر الله، وقدم عمل صالح، لأن الله تبارك وتعالى يقول من شروط تبديل السيئات حسنات، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. التوبة سهلة باللسان والنية، تقول: يا رب تبت إليك من هذا الذنب. وآمن، تقول: يا رب آمنت أنه
أنك تغفر الذنب وتأخذ به، وعمل عملا صالحا، هنا يأتي دور الصدقة والبر والكلمة الطيبة وغير ذلك، وقراءة القرآن والعبادات والصلاة وقيام الليل. فإذا حاول أن تدرب نفسك، يعني أن تكون حياتك عبارة عن استغفار، ثقافة الاستغفار، ثقافة الرجوع إلى الله، ثقافة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. صدقني هذا أحد مفاتيح السعادة. يعني اليوم الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في هذا العصر كثيرة جدا بسبب تعقيدات العصر الذي نعيشه، فالاستغفار والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله يجعلك دائما تشعر بأن الله قريب منك. طبعا هو قريب، ولكن نحن نحتاج أن نشعر بهذا القرب، أن ندرك هذا القرب، أن نعتقد ونستيقن أن الله قريب منا. فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام ينصحنا بإتباع السيئة بالحسنة، ولا تؤجل التوبة للغد، لا، مباشرة تب إلى الله فتمحوها. طيب، الصحابي الجليل الذي روى الحديث والذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء غريب، كان هذا الصحابي على ما يبدو يكثر من عبارة التوحيد لا إله إلا الله، وكان يحب هذه العبارة ويرددها كثيرا، لأنه ربما سمع حديث النبي الذي قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ماذا؟ لا إله إلا الله. إذن خير كلمة يمكن أن تقولها هي لا إله إلا الله. فسأله هذا الصحابي: أمن الحسنات، يعني هل من ضمن هذه الحسنات التي تمحو السيئات لا إله إلا الله؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هي من أفضل الحسنات، أو هي أفضل الحسنات. يعني أنت عندما يعني هذه معلومة جديدة، كلما ارتكبت خطأ أو غفلة عن الله قل لا إله إلا الله، تمحو بها السيئة. وهذه العبارة لا إله إلا الله سهلة جدا ومريحة للسان ومريحة للقلب، وتمنحك اطمئنان للقلب، لأن ذكر الله فيه اطمئنان للقلب. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا تطمئن؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان لكي يقي قلبه من شر التعب والاختلال ومشاكل القلب والضغط النفسي الذي يؤثر كثيرا على القلب، وشر الغضب الذي قد يسبب النوبات القلبية وغير ذلك، ليكثر من هذه الكلمة لا إله إلا الله، فهي أفضل الحسنات وفيها اطمئنان للقلب، وتمحو عنك الذنوب، يعني تتخلص من عقدة الذنب. لذلك هنا بعض الناس يعتقد أنك حتى تتخلص من عقدة الذنب يجب أن تنكر عذاب القبر وتنكر المحرمات وتعيش حياتك بشهواتها ورغباتها، فيظن أنك بهذه الطريقة تتخلص من عقدة الذنب. لا، هذا النوع من الحياة يورث الاكتئاب. لماذا؟ لأنك تمارس شهوات محدودة، الحياة مليئة بالأمراض بالابتلاءات، وتنتهي بالموت، فإذا لا يوجد سعادة دائمة في الحياة. وبالتالي الذي يخلصك من عقدة الذنب حقيقة هو الاستغفار، وليس الانفلات نحو الذنوب. فأنا عندما أدرك أن هناك نار جهنم، وأدرك أن هناك عذابا في القبر، وأن هناك عذابا في الدنيا أيضا، كما قال تعالى:
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى الأقل يعني دون العذاب الأكبر وهو عذاب يوم القيامة لعلهم يرجعون. يعني هذا تحذير من الله أن الله سيسبب لك نوعا من العذاب الأدنى في الدنيا لتتوب إليه لترجع إليه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لماذا؟ لعلهم يرجعون. إذن الله يحبك، يريدك أن ترجع إليه، ولا يحب أن يعذبك. فأنت عندما تتخيل وجود هذا العذاب وترى أمامك إلها كريما عظيما يناديك يقول لك أنا قريب منك ادعوني أستجب لكم، يناديك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. فالرجوع إلى الله، الله يطلب منك ذلك، يناديك يقول لك تعال لترى السعادة الحقيقية، تعال لأخلصك من عقدة الذنب من الذنوب، ليبدلك الله حسنات مكان السيئات. فصدقني أخي الحبيب، هذه هي السعادة الحقيقية، أن تشعر أنك قريب من الله. وإلا ممارسة الشهوات وارتكاب المحرمات سوف تدخلك في نفق مظلم من المشاكل والهموم والاكتئاب، هذا ما نراه اليوم. لذلك السعادة الحقيقية المطلقة هي أن تشعر أن الله معك وأن الله يحبك وأن الله يريد أن يغفر لك. هو يقول، يعني الله يقول لك ويقول لي، يدعوكم الله، يعني يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، هو يدعوك ليغفر لك، هو يدعوك لتتقرب منه، هو يطلب منك أن تدعوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. يعني الله هو الذي يقول لك أدعوني لأستجيب لك. أنت اليوم إذا وقفت على باب ملك من ملوك الأرض، هذا إذا استطعت أن تقف يعني أو أن تقابله، كم ستنفق من الوقت والجهد والعلاقات والمعارف حتى توصل له شكوى وقد يلبي طلبك أو لا؟ هذا هو حال البشر مع بعضهم. فكيف برب الكون، رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم سبحانه وتعالى، مالك الملك، المتصرف في ملكه، المهيمن على هذا الكون، الذي بيده مصيرك وبيده حياتك ورزقك وشفاك وكل شيء، شفاؤك بيده، مرضك بيده، كل شيء بيد الله، كيف وهذا الإله العظيم يناديك يقول لك تعال لأغفر لك؟ تصور أخي الحبيب سعة الكرم وسعة الرحمة الإلهية. ورحمتي وسعت كل شيء، أنا أريدك أن تتذوق رحمة الله، أريدك أن تتذوق هذه المناجاة الإلهية، القرب الإلهي، أن تكون مع الله، أن تأنس بالله عز وجل وهو معك. الله يقول لك وهو معكم، ماذا؟ أينما كنتم، معكم برحمته وعلمه وحفظه ورزقه ورأفته بك وحمايته لك ووقايته لك من الشر، هو معك سبحانه وتعالى. فلذلك هنا أيها الأحبة، يعني هذا الحديث والله هو بشرى من النبي، يعطي اطمئنانا للقلب، يخلصك من عقدة الذنب، ويجعلك تدرك عظمة أفضل الحسنات وهي لا إله إلا الله. لذلك أكثر من هذه الكلمة
النبي كان يقول لا إله إلا الله ربما مئات آلاف المرات لا ندري، لأن الله أمره وأمرنا، قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كثيرا هذه الكلمة غير محدودة، لا مئة ولا مئتين ولا عشرة آلاف ولا مليون، كلمة غير محدودة. فاذكر الله يعني مهما استطعت بالقدر الذي تستطيعه، وركز على لا إله إلا الله لأنها هي مفتاح الجنة وهي أفضل الحسنات وبها تمحى الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم جميعا، وأن نكون مع هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولكن يجب أن نقتدي به ونطبق سنته ونطيعه فيما أمرنا، ونبحث عن الشيء الذي يحبه النبي لنحبه، نبحث عن الأوامر التي أعطاها هذا النبي لنطبقها. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الرسول هي رحمة لنا. أكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، أسأل الله أن ينفعنا جميعا بهذا العلم النافع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.